البنات ممكن يكونوا سبايسي زي الفلفل أو حلوين زي الكاندي، لكن عارفين بيقولوا إيه؟ كل واحد ليه طعم مختلف، رغم إن مفيش حد هيحب يلاقي نفسه في وسط مواجهة زي دي. أبلو كاندي. مش محتاجين تبصوا من قريب علشان تفهموا، البنت دي بتحب الكاندي، الرف بتاعها مليان كاندي، لكن مش بمنتجات التجميل، هي عندها أنواع مختلفة من الحلويات والشوكولاتة، لسه عندها فرشة ميك اب طبعاً، وباليت سكر بودرة. طيب إيه تاني ممكن واحدة حلوة زيها تستخدمه؟ كل حاجة بتضيف لها. سبايسي زميلي كاندي في الكلية، مفيش مكان في حياتها للطعم الحلو. شفايفها شكلهم مش أحمر كفاية. طب لو استخدمنا فلفل سبايسي؟ اوعى جربوا ده في البيت. أنا شكلي متبلة جدا. إضافة سبايسي، مش غريب عليها خالص الفلفل السبايسي، رغم إنها بتحبه مطحون كمان. ما فيش حاجة بتعمل بلاش أحسن منه للسبايسي. وقت الفطار، وجبات البنت المختلفة خالص. سبايسي بتحب كل حاجة سبايسي، وكاندي بتاكل كل حاجة حلوة. دي كمان عايزة تحلي كوكا بالفانيليا. طيب التجربة ما مشيتش زي ما هي كانت مخططة لها، لكن كاندي مش متضايقة، دي لذيذة. بالنسبة لسبايسي العكس تماما، مفيش حاجة سبايسي كفاية، هي لازم تضيف فلفل وتوابل أكتر، مش ممكن أبدا تضيفوا كمية توابل كتيرة قوي كده. شرايح شيبس متبلة بالوسابي، لذيذة. انتباه، كل حاجة في مكانها. البنتين الاتنين معجبين بالشاب ده سبب ان هما فجأة ما بقوش مهتمين بأكلهم، والشاب ما عندهوش منع انه ياكل كمان فلفل سبايسي ولا مارشميلو حلو. واضح ان اختياراته متنوعة. رغم إن البنات مش عايزين يشتركوا في حبيب. واضح إن في كوكتيل متفجر بيتعمل. حتى كاندي اللطيفة الحلوة ممكن تكون عنيفة وخطيرة. لكن سبايسي مش هتستسلم كمان. مفيش غير مشكلة واحدة بس، الشخص اللي بيحبوه خلى البنتين دول يجننوا فعلا. هما لاحظوش أي حد ولا أي حاجة حواليهم. واضح جدا إن احنا هنتفرج على مورتال كومبات. كاندي ضد سبايسي في الكافيتيريا، التوتر بيزيد. أخيراً لاحظوا إن ما بقاش في حد بيتخانقوا عليه، ولو كده جايز ممكن نتنافس بنزاهة. خليه يختار بنفسه، اتفقنا، واتبادلوا مع بعض على شرف الهدنة بينهم. اتفضلي حاجة ليكي وليكي. الطريق لقلب شاب بيعدي من معدته. طيب دي الفرصة المثالية كاندي علشان توصل لها بكيكة حلوة، هي خبيرة بعد كل ده. لذيذة. طيب طيب طيب، مين هناك؟ سبايسي؟ هي كاندي عمل الكيكة؟ يا دي حلوة قوي لدرجة انها تقرف. الحلو ده محتاج لشوية تاباسكو، اكتر صوص اكتر. هي لازم تتأكد بس ان اللون ناشي مع حشو الفراولة. جاك هيفتكر التحلية دي لمدة طويلة. وهنا بتوصل كاندي من غير ما تشك في حاجة، بتاخد قطعة الكيكة وبتجيبها لحبيبها علشان يدوقها. جاك جاب ورد، ده تصرف لطيف جدا، والكيكة كمان شكلها حلو قوي.
جاك مش قادر يصبر علشان يجربها. دي لذيذة. أوه، قطعة شوكولاتة في البوكيه، مش المفروض تاكليها. دي المفاجأة المثالية لأي معجبة بالحلويات. في نفس الوقت جاك بياخد قطعة كيكة في فمه و... دي أكيد أكتر تحلية سبايسي أكلها في حياته كلها. بقه ولع نار، هو بيطلع دخان. المفروض تعمل إيه؟ كان دي مخطوطة. جاي شوية هوا نقي هيساعده. سبايسي بترش بجردل مية في الوقت المناسب. أفتكر إن ده اللي جاك محتاجه دلوقتي حالا. يو، شكرا. نقطة لسبايسي. دلوقتي ده وقت استعراض مواهبها في الطبخ. سبايسي بتطبخ حاجة مميزة. دي كرون فلفل سبايسي. ايه أصوات الدوشة دي؟ أوه، دي كاندي. ايه؟ انتي ماشي ورايا؟ لا، انتي بتقولي ايه؟ انا جيت هنا بس علشان اخد شوية شوكولاتة. هي عايزة تتعادل مع خصمتها بسرعة. وسبايسي بكل سذاجة افتكرت انها نجحت. لكن كاندي ما كانتش رايحة لأي مكان. خطتها انها تبوظ الأكل. هي لازم تضيفي شوية شوكولاتة وتملى كل فلفل بالكراميل السائل. اتفضلي، دلوقتي ممكن تسيبي مسرح الجريمة في الوقت المناسب. سبايسي بتزين طبقها بقلوب من صوص الفلفل. وقت تقديم التحلية لضيفها اللي بتحبه. أهو هنا مع بوكيه من الفلفل. أوريجينال، وسبايسي حبيته. طيب، وقت إن جاكي يشوف هي طبخت له إيه؟ هو محضر نفسه الوجبة سبايسي المرة دي. لكن بدلها سنته اتكسرت. الفلفل محشي بكراميل جامد. الحشو جامد كأنه صخر. أوه، سبايسي مش قادرة تنطق. السن المكسورة سبب هي لزيارة دكتورة الأسنان. لكن وش الدكتورة شكله معروف جدا. أيوة، دي كاندي. إيه المفاجأة دي؟ لكن الوقت اتأخر إنه يهرب منها. بعد مقابلته مفاجأة إنه يفضل عنده أي أسنان. السينما مكان هايل لميعاد. الحلويات هنا، هتحتاجوا إيه تاني؟ الشيبس مش سبايسي كفاية. احنا محتاجين ناخد شوية صوص. وبس، اوه جاك حاسس ان في فلفل فوق وشه كله. واضح ان في شوية دخلوا في عينيه. سبايسي بتحاول انها تنقذ الموقف. اوه كفاية، ايديكي متغطيين بالصوص السبايسي. وبس، مع التاني مع جاك باز. دلوقتي تمشية صغيرة حلوة مع كاندي. مفيش حاجة مجنونة ممكن تحصل، لكن الخروجة مش هتعدي من غير متعة. بعد كل ده كاندي حددت مكان خلية نحل، ده معناه إن في عسل جواه. هي لازم تذوقه فورا. واو، جاك طبعا عارف إنها بتحب كل الحاجات الحلوة، لكن تصرفها ده مبالغ فيه شوية. الفريسة في قبضتها. دلوقتي يلا نجرب العسل. اوبس، هي مش قادره اشوف اي حاجه. اوش، في حاجه بتقرصني، ساعدوني. دي حاجه محرجه، لكن اكيد العسل لذيذ. ده وقت ان احنا نخلص المنافسه دي. النتائج وحشه جدا، ولا معاد واحد ناجح، وده كله بسببك. اه بصي على نفسك. وهنا بيوصل جاك الشاب المسكين. افتكر ان عنده حساسيه من النحل. ايوه، المواعيد دي كانت صعبه جدا عليه. ايه اللي كنا شايفينه فيه ده؟ حتى ما بقاش وسيم خالص. يو، على عكس الشاب ده، واضح ان ده وقت تغيير الكورس. المغامرتين الحلوه والسبايسي في انتظار راجل محظوظ تاني. يا ترى عجبكم السيناريو ده عن البنت السبايسي والبنت الحلوه؟ يا ترى هتختاروا ايه، مصاصه حلوه ولا شويه شيبس سبايسي؟ عرفونا في التعليقات.
عايزين تشوفوا الجزء التاني للفيديو ده؟ اتأكدوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي حاجة من تروم تروم سيلكت.